يا مساء الخيرات عليكم جميعا، معكم سراء عبدين محمد غباشي. النهاردة تالت فلوج من شقة الفردوس، ويا رب أعرف ألم كل العلاجات النهاردة في فيديو واحد وما طولش. علاج مشكلة السقف، علاج الشروخ في الحوائط، تركيب الجبسن بورد، علاج الرطوبة. أتمنى إن أنا أعمل كل ده في فيديو واحد عشان يبقى رد على 4 مشاكل او 5 حاجات بنعملهم في الشقة. مش نقعد ندور في فيديوهات كتير، تعالوا نشوف وصلنا لمرحلة ايه وهنكمل ايه وطريقة العلاج ازاي. علاج شروخ الحوائط بالشبك وتركيب الجبسن بورد، وبعدها علاج الرطوبة. تعالوا معنا. احنا لسه في مرحلة كحت السقف، بننزل الطبقة اللي عبارة عن دهان، وده طبعا الجزء المصاب في الخرسانة. تمام، التفتيحات كلها حاولنا نعالج البلاط، نعمل له نظام سي اي عشان يستحمل معانا. اهو نزلنا الاسقف كلها، اتكحتت كلها. اوكي، فهنبدأ مرحلة العلاج. اول حاجة هنعالج بكيميزيت، كيمازيت 200. اوكي، اعمال الدهارة. اوكي، مش اني احط على السقف دهان بلاستيك عادي، السقف له حاجات مخصوص منها الكيمازيت، وهبقى اصور لكم الكتالوج بتاعه للناس اللي عاوزة تاخد خلفية عن الكيمازيت. اوكي، السقف نزل، فتحنا، بنحاول نشيل اصل الرطوبة، الطرقة كمان، الغرفة. هنبدأ بقى معاكم خطوات العلاج وخطوات التقفيل من اول السقف وتقفيل الشروخ وعلاج الرطوبة. عم عيد رب الاول من الخامة في الفراغات اللي انتوا كنتوا شايفينها. طبعا في الفيديوين التانيين كانوا ايدي بتدخل جواها وحط الشبك وهيرجع يساوي كل ده. فدي الطريقة التانية لعلاج الشروخ الاولى، وهنزل الفيديو لينك الفيديو مع الفيديو ده الاولى. لو انت مش هتهد وتكسر وتعمل كل اللي احنا بنعمله ده، علاج الشاش الخاص بالشروخ بالشاش الخاص بالجبسن بورد. اما اللي بعمله عم عيد ده بقى الشروخ من بدايتها اللي يتحمل مسألة التكسير. ده الشبك اتحط وهنبدأ نقفل المونة. طبعا كل ده بقى هيتقفل ومش هتشوفوه، هوريكم النتيجة بعد ما عم عيد يخلص ان شاء الله. الوزر برضو كله هيتقفل وهننهي الشقة وكده نتيجة السقف. ايه عم عيد؟ عم عيد ركب الشبكة اهو وهيقفل ويساوي تماما. وان شاء الله اللي هيعمل كده مش هتفتح معاه تاني يعني، لكن احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، وده احنا وصلنا لمرحلة كويسة في العلاج. دي مرحلة لو انت هتقدر تفض الشقة وتعالج الشروخ، ولو الشروخ عندك كبيرة. مش هتقدر تعمل كده، هتبص على الفيديو التاني بالشاش المخصص للدهانات او للجبسن بورد. مرحلة مسكنة لكنها برضو لطيفة ومش اوحش حاجة يعني. وان شاء الله كده الشروخ مش هتفتح معانا تاني. عم عيد هيساوي
هيساوي كل ده ويظبطه وكأن لم يحدث شيئا. طبعا انتوا كنتوا شايفين ان الشروخ دي ايدي بتعدي جواها زي ده كده، ده لسه مفتح. طبعا احنا بنملى كل ده طوب عشان نقفل، والمونه والشبك، وهنساوي كل ده. تسلم ايدك يا عم عيد، شكرا يا حبيبي حبيبي. دي الاوضه الاساسيه، هي غرفه النوم الرئيسيه. برضو السقف اهو زي ما انتم شايفين ناعم زي الحرير، خد الطبقتين او خد الخامتين اللي استخدمناهم. شايفين هنا لسه المونه بتاع عم عيد طريه اهو، لازم نقفل كل ده. احنا الجزء اللي انتوا كنتوا شايفينه بنصوره من الريسبشن اهو جاب الناحيه دي، برضو هنقفل الناحيه دي. وانا اسف جدا، سامحوني على شكل ايدي، حقكم عليا. انا عارف ان هي اللي تزوق مني ان ايدي تكون بالمنظر ده وقذره، لكن عذري ان احنا في الشغل من 7 صباحا واقف ورا العمال، والساعه دلوقتي 5 مساء، ف يعني حقكم عليا. دي الغرفه من جوه، المفروض اللي احنا مالينا مونه من الناحيه الثانيه، وهنملى مونه من الناحيه دي بخلاف الشبك. وبدانا الجبسون بورد في الطرق. اه عم عيد بقفل. على فكره حد احمد الاول، حد احمد مقاول الجبسون بورد والمحاره. أيوة. ان شاء الله عليه ربنا يكرمه، يعني اشطر مقاول. هو بيورينا الستاره الجلاست فيل اللي احنا نمحر بيها، مش لازم نعالج بقى الشروخ، وفعلا فيها حاجات بتطرقع زي الفيل. ده فيل يا حاج احمد؟ اه ده فيل عشان عزل الحراره والصوت. عزل حراره وصوت؟ اه بيتكسر. اه فعلا بيطرقع. فعلا. اه فعلا شوف سامعين صوت طرقع. يعني ده كده اقدر امحر بيه من على الطوب الاحمر، ويبقى امن من المحاره كمان. او وبعدين بص بقى، هنا شقه عمره السيراميك، ما ينفعش نجيب بقى رمله واسمنت ومخمر. اه انا مش عارف سمعت صوت الحاج احمد ولا لا، هو بيقول ان هي انضف من المحاره بكتير، تمام وامنه. ثانيا احنا في شقه شغالين فيها، فطبعا بهدله الرمل والمونه والاسمنت مش هتكون زي بهدله الخامه. وهي فعلا فيها زي قطع فيل بالطرقع دي، المفروض عازل للصوت والحراره، او عازل للحراره تمام، بخلاف التوصيف زي ما قلت لكم اللي مكتوب عليها. وهحاول احطه لكم في التعليقات ان شاء الله، او في وصف الفيديو. دلوقتي عالجنا اول جزء زي ما انتم شايفين، الشبك راكب اهو، ده الشبك المخصص ليها للشروخ. ده كان الشرح، ده النتيجه بتاعته. والسقف طبعا ده بمادة الجي بلاست فيل بلانكو المخصصة للتربيات، ودي النتيجة النهائية. هنكمل بقى بقية الشقة إن شاء الله، وننهي على مسألة الشروخ. هنكمل بكرة، والوزر والرطوبة ومزالة الكورة موجودة. اليوم الثالث أعتقد، لسه يوم رابع ويكون أخير. ده سقف المطبخ، ودي الطرقة. عملنا الجبسون بورد لكن لسه ما خدناش المعجون وما عملناش الفيوتك. هنا برضه هنعمل فيوتك، لكن ظهرت عندنا مشكلة تانية، تعالى اوريها لكم. ايه دي الاماكن اللي كانت مفتحة خلاص، هنعمل بيت ستارة. طبعا هنا كرانيش بس، لكن هنعمل بيت ستارة عشان الناس اللي بتنسى تعمل بيت للستارة. اوكي، بنسيب 25 او 30 من الناحيتين للشباك. انا بسيب 25، في ناس بتسيب 30 سنتي يمين وشمال الشباك. طبعا ما تستغربوش شكلها، لان لسه في كورنيش البيوتك هتتسحب. اوكي، مش هعمل هنا اسقف معلقة، لكن هعمل كورنيشة فقط. تمام، ده الحيطة زي ما انتم شايفين، الشروخ خلاص تمام، كلها متقفلة. الغرفة والريسبشن برضو خلص عشان ما اطولش عليكم، لكن مشكلة ظهرت. عشان كده بقول لكم ان التجديد، طول ما انت شغال في حاجات بتظهر. لقينا البواط ده عالي جدا،
عالي عالي قوي يعني، ومايل. شوفوا تحته قد ايه. فده هبعت اجيب الكهربائي تاني يفكه ويعدله. شايفين تحت الارتفاع دي تحت الميزان، حاجه صعبه قوي. هنكسرون نظبطه، هنكسرون نوطيه ونظبط الحيطه تاني كلها. دي كمان الغرفه الاخيره. كرولوس صباح الفل يا كرولوس. كل الشروف. كرولوس برضو بعمل بيت النور، اي سوري بيت الستاره. ده طبعا الريسبشن. الحاج احمد قام بالواجب في الجبسون بورد. تمام. لسه طبعا لسه المعجون، لسه هنركب بيوتك تحت، فمش هيبان معنا دلوقتي، لكن انا بوريكو ان التفتحات كلها اتقفلت. النهارده انهينا علاج الشروخ بشبك المحارة، الشبك الخاص بالمحارة زي ما انتم شايفين، واثر الشبك لسه موجود على البواطة اهو. اوكي. ده الريسبشن كامل، ودي الشروخ اللي كنا مفتحينها كلها زي ما انتم شايفين. الجبسون بورد ركب، لكن لسه الكرانيش ولسه المعجون. النهارده كنا بنفتح للكهرباء، طبعا بنفتح للكهرباء قبل المعجون وقبل تقفيل الجبسون بورد تقفيل نهائي، لكن الشروخ ركبت زي ما لكن الشروخ اتعالجت زي ما قلت لحضراتكم. كل الشروخ اتعالجت. برضو هنغير الالوميتال، وده الشبك الخاص بالشروخ من المحاره، غير الشاش الخاص بالشروخ اللي بنركبه اثناء الدهانات. اوكي. تعالوا اقول لكم تاني المادتين اللي استخدمناهم وخصائصهم ايه. دول المادتين اللي استخدمناهم. اولا زي ما قلت لكم الكيما زد 200 معالج لاعمال الدهاره فائقه الجوده، انتاج شركه سي ام بي او كيماويات البناء الحديث. دول اللي استخدمناهم في علاج السقف. السقف كان مدهون، وده كان اكبر غلط. اوكي. زي ما انتم شايفين الحته دي كانت الحديد التسليح باين، والحته دي كان حديد التسليح باين فيها. ده العلاج المظبوط اللي احنا نستخدم الكيما زد 200 انتاج انتاج شركه كيماويات البناء الحديث. تعالوا نشوف الخصائص العامه بتاعته. جبس معالج بطيء الشك لعمل طبقه دهاره رقيقه، السمك على اسطح البياض والخرسانه الملساء، رقيقة السمك. تمام. المواصفات شروط افضل تغطية ومعالجة لعلوب الاسطح، لا ينكمش وبالتالي لا يحدث شروخ. يعني لما بنحطه بعد ما بيجف ما بينسمش او بيشرخ. اوكي. لا ينكمش وبالتالي لا يحدث شروخ او تنميلات شعرية. يصلح للاسطح الداخلية والخارجية شرط حمايته بدهان خارجي مناسب. ده لو هنعمله برا. اوكي. ده الخصائص بتاعته اهي، هنزلها لكم برضو في الفيديو في التعليقات. اما الشروخ عالجناها ازاي؟ تمام. فعالجناها بالماده دي، الجيلاست فيل بلانكو، مونه محاره للتربيات. مونه محاره للتربيات يعني ايه؟ للتربيات يعني للاماكن الغائره، زي ما انتم كنتوا شايفين برضو الاول انا كنت بحط ايدي في الشرخ. نشوف. يلتصق بشدة على أسطح المباني المختلفة دون طرطشة، شديد الصلابة بعد الجفاف التام، سهل وسريع التطبيق، زمن مناسب لأكثر عمل أكثر من طبقة في يوم واحد. ماشي. 5 سنتي لكل ساعة. زي ما قلنا احنا ممكن نمحر، نعمل المحارة بده بدون ما نلجأ للرمل والأسمنت. ده اولا نضيف، ما بيوسخش الشقه زي رمل واسمنت وخامات هتتحط هنا. ثانيا زي ما قلت لكم في سامعين في قطع كريسب بتطرقع، القطع دي بتعمل عازل للرطوبه. سامعين؟ هحاول. هو مش ناعم، هو في قطع كريسب كده لو ضغطت عليها بتطرقع زي الفوم، دي بتعمل عازل جيد للرطوبه. اوكي. نشوف الخصائص بتاعته برضو. يعمل كطبق التلبيش
اهو جلست لاست فيل بياض محارة في صورة بودرة مائلة إلى اللون الأبيض. جاهزة التطبيق اليدوي بعد إضافة معايير الماء محدد مخلوق ميكانيكيا بمعايير ثابتة ومختبرة من مواد أولية وإضافات محسنة لخواص الجودة ومنتقاه تشكل العناصر الطبيعية في تركيبته. أكثر من 98% من الوزن يحتوي على حبيبات الحجر البركاني خفيف الوزن بلاتايد بعد معالجتها حراريا لتكون مادة مائلة خفيفة الوزن. اوكي فين احنا وقفنا فين؟ بديلة عن الرمل، يعطي عند إضافة الماء النظيف بالنسب المحددة مونة متجانسة وجاهزة للتطبيق المباشر دون إضافات. يعني المادة اللي موجودة اللي هي الكريسب اللي بتطرقع فيه دي بديل الرمل وعازل رطوبة برضو في نفس الوقت. اوكي يا شباب نكمل. يعطي بعد جفافه طبقة سميكة حتى 5 سنتي للطبقة الواحدة شديدة الصلابة طبقة تلبيش او ملء، كما انه يتميز بقدرة عالية على الالتصاق بكافة أسطح المباني والخرسانة والطوب بمختلف أنواعه دون طرطشة، إضافة لمعدلات فرد قياسية مع أقل نسبة فاقد أو هالك وإنتاجية عالية للعمال في اليوم. يمكن عمل طبقة كل ساعة عند الحاجة. كلاست فيل يعطي سطحا زخرفيا خشنا يمكن تنعيمه عن طريق جلاست مولتر. أوكي دي الخصائص بتاعته ودي النتيجة. زي ما انتوا شايفين السقف اللي كان على الخرسانة والشروخ، وبكده يكون عرجنا الشروخ. وعلى فكرة يمشي معانا للرطوبة كمان ان شاء الله. جوه عندنا مشكلة الرطوبة لسه ما حلناهاش لان لازم نعرف مصدر التسريب، ولما تنشف هنعالج بنفس الطريقة. يبقى اذا ده علاج السقف الكيميزيت ونفس المادة اللي معانا وعلاج الشروخ. شكرا، اتمنى الفيديو يكون مفيد. شكرا واشوفكم على خير جميعا.